نوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير مدينة عين ولمان الجميلة وجمهور أجمل، مرحبا بكم. عم يزيد سعيد جدا 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 بتواجده هنا معكم في هذه المدينة الجميلة. أحبائي وفرحان بزاف تاني اللي راهو هنا معكم في هذه الأمسية الجميلة وفي هذه المناسبة السعيدة اللي هي في هذه الأيام عيد الطفولة. عيد الطفولة عيدنا كامل لأننا كامل أطفال. علاش نبغيو كامل نقعدوا أطفال؟ على بالكم علاش؟ لأن دائما عندنا حنين للبراءة، البراءة وهذيك الفطرة اللي عندكم يا أطفال. إحنا الكبار نحبوا دائما نبقوا أطفال، علاش؟ حنين لهذه البراءة وهذه الفطرة هذه. إذا أحبائي ابقوا كما راكم، ابقوا هكذا بهذه البراءة الجميلة هذه. إذا هذا الحفل من تنظيم مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف سيد الوالي برعاية مجمع الشروق، شركة شيبس مهبول ورامي، كذلك شركة رامي. أبينا إلا أننا نزوركم في هذه المناسبة السعيدة هذه اللي هي عيد الطفولة. أحبائي شكون اللي عقب السانكيام البارح؟ شكون اللي عقب البارح؟ شكون اللي عقب؟ كامل كاين بزاف. إذن ربي ينجحكم إن شاء الله وربي يوفقكم. أحبائي على بالي على بالكم بالعلم ترقى الأمم، الأمم ترقى بالعلم يا أحبائي. إذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يا أخي أحبائي واش رأيكم مادام أنا نتكلم على العلم تغنوا معايا أغنية قلمي؟ بصح تغنوا كامل معايا، نقول فيها قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. تغنوها معايا يلا. قلمي قلمي كامل. لا قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم
أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلب صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي، قلبي قلبي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلبي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي. برافو 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 أحبائي، برافو برافو أحبائي. قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. أحبائي العلم ثم العلم، يا أحبائي بالعلم ترقى الأمم. العلم هو الوسيلة الوحيدة اللي راح يخليك أنك تحقق كل أحلامك. أحبائي العلم ثم العلم. وش رأيكم أحبائي، شكون يقدر يقول لي كم عدد بلديات دائرة عين ولمان، وفي أي سنة أصبح عددها هذا العدد اللي حتقوله لي؟ شكون اللي يعرف؟ سؤال صعب هذا، صعب ولا سهل؟ يلا شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ تقوى. تقوى الله يبارك. شحال في عمرك تقوى؟ 12 سنة. شاطرة في الدراسة؟ شوية. كيف شوية هذه؟ شحال جبتي المعدل؟ 12 13. شحال جبتي المعدل؟ 12. شحال؟ 12. سما تجيبي 12 13. بنتي 12 13 هي معدل جميل، يعني ما راكيش شوية، كي تقراي مليح، ولكن احنا ماذا بينا تزيدي تقراي أحسن. بنتي على بالكم يا أحبائي يا أطفال، لازم دائما تكونوا فخورين بالنتيجة تاعكم. النتيجة تاعكم لازم تفتخروا بها، لأنها نتيجة لعمل، نتيجة لمجهود. لازم دائما تكون راضي عن النتيجة تاعك، ولكن دائما تسعى للأفضل، دائما تسعى للأفضل. يا أخي أحبائي إذا تقوى بنتي، شحال كاين من بلدية في دائرة عين ولمان؟ 7 بلديات. لا مش 7 بنتي، لا 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 لا. شحال من بلدية وفي أي سنة أصبح هذا العدد؟ شكون يعرف؟ تعرف طفل؟ يلا أعطي الشطرة هذه، أعطي لها. واسمك بنتي؟ إسراء. إسراء
الله يبارك. شحال في عمرك يسرى؟ با. أربعة. أربع سنين. أربع سنين. إيه. الله يبارك. شحال كاين من بلدية في دائرة عين والمال؟ أنا ربعة ربعة. معلش أعطيني الميكرو للطفل الآخر. معلش معلش. شكون يعرف في الجواب؟ أعطيني الشاطر هذاك. أك بالتليفون بيقول لك في تليفون. خبي التليفون. أو ما نشوفوكش. هكذا ها؟ شاطر شاطر. أو يعيط لهم في التليفون. إن شاء الله يكونوا أعطوك المعلومات مليحة. يلا. إذا ولدي واسمك؟ الجليل. عبد الجليل. شحال في عمرك عبد الجليل؟ تسعة. تسع أيام؟ تسع أيام؟ تسع شهور؟ تسع سنين. آه تسع سنين. الله يبارك الله يبارك. إذا ولدي شحال جبت معدل؟ تسعة. تسعة على عشرة؟ الله يبارك شاطر. إذا شحال كاين من بلدية في دائرة عين والمال؟ سبعة. لا لا ماشي سبعة ماشي سبعة. أم قالوا سبعة من قبل وقلت لهم لا. شوف الشاطر هذا. إذا بنتي واسمك؟ صبرينال. صبرينال الله يبارك. شحال في عمرك صبرينال؟ ست سنين. ست سنين وشاطرة هكذا. الله يبارك بنتي الله يبارك. شحال كاين من بلدية في دائرة عين والمال؟ ربعة. ربعة برافو. في أي سنة سبح وربعة؟ لأن لا لا مازال سؤال. في أي سنة سبح وربعة؟ لأنهم مقبل كانوا أكثر. 2016. لا 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 مشي 2016. تعالي تعالي أروحي 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 يا حبيبي. وتعرفيهم البلديات هذو؟ تعرفيهم بلديات؟ تعرفيهم شروحي تعالي يلا. تعرف السنة والبلديات؟ بصح أنت تقولها بصح ما نطلعها تعودهم لهنا. يلا أعطي لها الميكرو. يلا واسمك بنتي؟ ربع بلديات. واسمك؟ واسمك ربع بلديات. اسمك شباب. الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟ أربع. أربع أيام؟ سنوات. سنوات. أروحي هنا بنتي. أربع سنوات. شحال كاين من بلدية في دائرة عين والمال؟ أربعة. أربعة. في أي سنة سبحوا أربعة؟ ها؟ واش قال لك بابا؟ قربي الميكرو. 1984. 84. شكون قال لك؟ شكون؟ بابا. بابا. الله تحبي بابا تحبي بابا تحبيه؟ تحبيه بزاف ولا شويه؟ الله يبارك الله يبارك. شكرا شكرا. معليش معليش لانه البرعومه هذه جاوبتنا على ربع بلديات. معليش مازال الاسئله مازال الاسئله. بتعرفيهمش بصح البلديات؟ تعرفيهم؟ تعرفيهمش. معليش بنتي معليش. شكون يعرف البلديات؟ تعرفهم؟ في أربعة. أعطي له الميكرو. واسمك ولدي؟ زيد. واسمك؟ محمد زيد. محمد زيد الله يبارك. شحال في عمرك محمد؟ عشر سنين. عشر سنين. شاطر في الدراسة؟ وي. شحال جبت معدل؟ جبت تسعة. على عشرة؟ وي. برافو برافو ولدي برافو برافو. واش هما هاد البلديات؟ كاينه قصر الابطال. ايه ولاد سي احمد. ايه درع الميعاد. تسكن هنا راك سير تسكن هنا. ايه ايه كاينه قلال. قلال عاود عاود غير بالعقل. عاونوه يلا عاونوه. علاش تقدروا تعاونوه؟ يلا قلال. قلال ولاد سي احمد بيار حداده وقيله. وقيله. قصر الابطال. قصر الابطال فوالا. تعال 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 يلا اعطيه الهديه تاعها. اعطي لي. اذا بنتي اذا بنتي باش تخرجي الشابه هكذا. اذا رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفادي بها. شحال كاين من بلدية؟ أربعة. أربع بلديات في مدينة دائرة عين والمال. برافو بنتي. تفضلي 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 تفضلي.
وراء الشاطرة هذه اللي غير نخمم كيفاش راح ندير معها، لأنها جاوبت لنا هذيك نطلعوها تقعد معنا. يلا جيبوها هنا، جيبوها. والله أحبائي ما تقدروش تصوروا عمو يزيد شحال هو فرحان لو هنا معكم اليوم. تعال تعال. إذن عاود قولهم اسمك. محمد زيد. محمد زيد. محمد زيد راح يقول لنا هاد الأربع بلديات وتصحوه انتوما تاني يا أخي. إذن محمد، واش هما البلديات؟ قصر الأبطال، ولاد سي أحمد، قلال، عين الماء. وعين الماء حبي تزيد. إذن أحبائي أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. أحبائي على بالكم بلي لازم تعرفوا تاريخ والجغرافيا تاع بلادكم. إذن نقول لك زيد ولا محمد؟ احنا زيد. عيطوا لك زيد. هيا زيد. زيد، اذا شركه شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهديه المتواضعه، ان شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو وليدي العفو. تفضل تفضل. اروحي بنتي اروحي اروحي الشاطره. عاودي قولي اسمك. رحمه. رحمه. تحبي عمو يزيد؟ ايه. وتحبي بابا؟ شبي تحبيه اكثر، عمو يزيد ولا بابا؟ شكون؟ خلاص. ديو لها مكان تقعد معاكم ولا خليها. عندي علبة وألوان احفظها في احلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة وألوان احفظها في احلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو برافو ريم برافو. يلا احبائي ألواني تغنوا معايا كامل أغنية ألواني. قاعد تغنوها. عندي علبة ألوان. يلا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. أحبائي واشن؟ واش راكي بنتي؟ يا أخي قريتي مليح. أنا اللي ما يقراش مليح كاع ما يقوليش عمو يزيد يا أخي. أحبائي ربي ينجحكم إن شاء الله. واش راكي بنتي؟ واش حبيتي؟ حبيتي تجي؟ أعطيني الطفلة هاد. تعال تعال يلا أروح غير بالعقل.
هاي أروحي، هاي أروحي بنتي، أروحي. واسمك بنتي؟ ميمي. واسمك ميمي؟ اسمك شباب. شحال في عمرك ميمي؟ وشن؟ ايه بابا عمو يزيد. تحبي عمو يزيد؟ ويزيد تاني يحبك بنتي. اروحي بنتي تقعدي معايا هنا، تعالي تعالي اروحي. واش راكي بنتي لاباس؟ خير؟ راكي فرحانه لك هنا؟ هيا تقعدي معايا، هيا قعدي معايا. احبائي مدرستي مدرستي كم احب مدرستي، اسمها دوما في شفتي اشدو بها كاغنيتي، هي كنز المعرفه فلتحيا مدرستي. تعرفوها؟ مدرستي مدرستي كم احب مدرستي، اسمها دوما في شفتي اشدو بها كاغنيتي، هي كنز المعرفه فلتحيا مدرستي. يلا تغنوا كمل معايا مدرستي كم احب مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. يا مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يكفاني وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يكفاني وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. لا أنساها ويزيد في قلبي هواها،
سنة من بعد سنة سنة من بعد سنة سنة من بعد سنة مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها كأمنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي مدرستي. شكرا شكرا شكرا. إذن فلتحيا مدرستي أحبائي هي بيتي الثاني. أحبائي تحبوا شكون يروح المزرعة في العطلة؟ شكون يروح للمزرعة في العطلة؟ عمو يزيد لكم أغنية تاع المزرعة نقول فيها بساعة تغنوا كامل معايا. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي خدني معاك خدني معاك للمزرعتي غنوا معايا خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي واش أبيتي تطلعي تاني خلاص دوك نطلعوا بالفوش دوك نزلوا هاد الأصدقاء ونطلعوا واحد أخرين يلا خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلة خدني معاك خدني معاك للمزرعة غنوا معايا يلا المزرعة خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلة خدني معاك خدني معاك للمزرعة جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي خدني معاك خدني معاك حان وقت عطلاتي خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى والكلب معه يجري والطير فوقه غنى جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى والكلب معه يجري والطير فوقه غنى خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي خدني معاك خدني معاك وقت العطلاتي خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي جداتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار جداتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار وصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار شكرا 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 ما أحلى الطبيعة ما أحلى الطبيعة حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان حاسوب زين لي بيتي
يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد. يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل. يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد. يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل. أشوف زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان. ينقلني نحو البلدان جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو. لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو. ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب. لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو. لا ينسى شيئا لا لأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب. حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان. ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي. إذن أحبائي، شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم؟ على بالكم اللي راهو قريب عيد الطفولة، ولكن كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. وقتاش؟ أي تاريخ، ماهوش أول جوان. اليوم العالمي لحقوق الطفل، الأمم المتحدة داروا ميثاق حقوق الطفل في سنة 1989، والجزائر مضات هذا الميثاق. ما هو هذا اليوم اللي هو اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ شكون يعرفوه؟ شوفوا لنا الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ رونق. رونق، الله يبارك. شحال في عمرك رونق؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك بنتي. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 7 جوان. لا لا بنتي، لا 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 لا، ماشي 7 جوان. ماشي شوف الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ مريم. مريم، شحال في عمرك مريم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 20 نوفمبر. 20 نوفمبر، تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي. جيبوا الشطرة هذيك. يلا أحبائي، اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم 20 نوفمبر، 20 نوفمبر 1989. الجزائر من بين الدول اللي مضاو على هذا الميثاق ليضمن للطفل الحقوق نتاعه. يا أخي إذن تعالي تعالي بنتي، تعالي تعالي بنتي. عاودي قولي لهم اسمك. مريم. مريم، شحال في عمرك؟ 10 سنوات. شحال جبتي معدل مريم؟ 8. 8، الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 20 نوفمبر. 20 نوفمبر احبائي. اذا اعطيني الهدية تاعها. اذا مريم بنتي، رامي راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي. إذن بالتوفيق بنتي، تفضلي بالتوفيق. وش رأيكم أحبائي، مادام تكلمنا على عيد الطفولة ورانا في عيد الطفولة، وش رأيكم نغندوا الأغنية تاع الطفولة؟ عمو يزيد يقول فيها: من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. غنوها معايا. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مظلومة، تلعب تحيا بسلم وأمان.
غنوا معايا يلا الطفولة. من حق الطفولة صحة، علم، حب وأمان. أمان. من حق الطفولة صحة، علم، حب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة، علم، حب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة، علم، حلم، حب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد. وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد، ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة، علم، حب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة. وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة. وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم، حلم وحنان. حب لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. برافو 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 أحبائي. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة. وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. أحبائي، الطفولة، براءة الطفولة. تحبوا الأسئلة؟ زيد لكم سؤال أحبائي. شكون يقدر يقول لي
في أي سنة أصبح رسمياً اسم هذه المدينة الجميلة عين ولمان؟ شوف شاطر هذا، واسمك كلي أكرم. أكرم، شحال في عمرك أكرم؟ 14 سنة. 14 سنة، شاطر في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. في أي سنة، في أي تاريخ أصبح اسم هذه المدينة الجميلة رسميا عين ولمان؟ في 1978. لا 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 لا، مقبل مقبل مقبل. شكون يعرف؟ يعرف؟ أعطيه له. واسمك ولدي؟ زكريا. زكريا، شحال في عمرك زكريا؟ سبعة. سبع أيام؟ سبع سنين. سبع سنين. في أي سنة أصبح اسم هذه المدينة الجميلة عين ولمان؟ 1963. لا 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 لا، شكون اللي يعرف؟ شوف الشاطرة هذيك. واسمك بنتي؟ ريان. ريان، الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟ 12 سنة. شاطرة في الدراسة؟ الله يبارك. في أي يوم أصبح اسم هذه المدينة الجميلة عيد ولمان؟ 74. لا 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 لا، 74 أصبحت دائرة بنتي، سنة 74 أصبحت دائرة. ولكن الاسم، شوف شاطر هذا، واسمك ولدي؟ محمد. محمد، شحال في عمرك؟ 14. شحال؟ 14. 14 يوم؟ سنة. سنة، الله يبارك. وفي أي سنة أصبح اسم هذه المدينة الجميلة عين ولمان؟ 1965. لا 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 لا. شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ سعاد. سعاد، شحال في عمرك سعاد؟ 11 سنة. 11 سنة. في أي يوم أصبح اسم هذه المدينة الجميلة عين ولمان؟ 1966. لا 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 لا، روح شوية من هيك، شوفوا الشاطر هذاك. هذاك هذاك الشاطر، فوالا. واسمك؟ معاد. معاد، شحال في عمرك معاد؟ 12 سنة. 12 سنة، شاطر في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. وقتاش أصبح اسم هذه المدينة الجميلة مدينة عين ولمان؟ 1959. لا لا، ما تقدرش تكون صحة. واش كان اسمها من قبل؟ واش كان اسمها من قبل؟ غوربير. ها؟ غوربير. غربال؟ غوربير. غوربير. عاود لي. غوربير. نشوف إذا سمعت مليح ولا لا. برك أنت. غوربير. ها؟ غوربير. شكون اللي قلنا اسمها بلا ما يغلط؟ شوف الشطرة هذه. هذه هذه، لا لا، اللي يكون منها ما عندوش حق. هذه اللي قدامها، واش كان اسمها من قبل؟ غوربير. غوربير. نقبل الجواب هذا. في الاستعمار الفرنسي. في الاستعمار الفرنسي كانوا اسمها كولبير. كولبير. كول كول كولبير. ولكن في أي سنة أصبحت عين ولمان؟ 62. 62، برافو. تعالي 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 أحبائي، في الاستقلال مباشرة، في الاستقلال مباشرة أصبح اسم هذه المدينة الجميلة بعد ما كان اسمها كولبير أصبحت واسمها عين ولمان الجميلة مباشرة في الاستقلال. يا أخي أحبائي، واسمها وش معنتها عين ولمان؟ وش معنتها عين؟ وراي الشطرة، تعال. إذن عاودي قولي لنا، وش كان اسمها هذه المدينة الجميلة في إبان الاستعمار؟ كولبير. مدينة كولبير. ولكن وقتاش أصبح اسمها عين ولمان؟ في 62. 1962. 1962 هي سنة ماذا؟ سنة استقلال فرنسا.
استقلال ماذا؟ استقلال عن الاحتلال الفرنسي، داكور، ولكن استقلال الجزائر يا بنتي. يا أخي وش معناها عين والمان؟ عين الصوف. عين الصوف، برافو 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 بنتي، برافو. إذن مدينة عين والمان الجميلة، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. شكرا شكرا. إذن بنتي، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي تفضلي. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شرفنا، مرحبا بك. شكرا عمو يزيد اللي جيت لعين والمان. يعطيكم الصحة عمو يزيد، فرحت لنا الولاد هاد العشية، ونتمنى إن شاء الله تزيدوا تعاودوا تجيونا تزورونا. شكرا عمو يزيد على زيارتك لعين والمان، نتمنى إن شاء الله تولي لنا. شكرا عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.